من ذكرى يحيى العلمي لذكرى رحيل الفنانة الأنيقة رجاء الجداوي. رجاء الجداوي رحلت عن عالمنا يوم 5 يوليو سنة 2020 متأثرة بمرض الكورونا، وكان رحيلها صادم جدا للوسط الفني ولكل محبيها وعشاقها. هي كانت فنانة نقدر نقول كده رمز للأناقة، الأناقة إنسانيا وفنيا، وكانت أيقونة للموضة في مصر. بدأت أولى محطاتها الفنية مع المخرج الكبير هنري بركات في فيلم دعاء الكروان، وبعدها انطلقت في مشوار فني كبير، أبدعت في السينما في التلفزيون وفي المسرح كمان، وقدمت العديد من الأعمال الفنية اللي لسه عايشة في ذاكرة كل المصريين. تعالوا مع حضراتكم نشوف تقرير عن أبرز المحطات الفنية في حياة الراحلة رجاء الجداوي. اظبطوا ساعتكم، واحدة ونص تمام بيجي ياخدها. يعني وانا قلت لي مبروك ولا حاجة، انتي مش واخدة بالك ولا ايه؟ عيني عليكي وعلى بختي. حرام عليكي اللي بتعمله فيها ده. طوع ده يا تيم، ربنا رزقني برجلين في ليلة واحدة، ما كنتش عارفة انك بتحبيني قوي كده يا دراس. انا زهيرة اخت الحناوي، وما فيش جواز بقى غير لما كركر يشوف بنتي. انت ايه؟ انا بني ادم. انت حيوان. تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة رجاء الجداوي التي رحلت يوم 5 يوليو عام 2020 متأثرة بمرض الكورونا بعد معاناة مع هذا المرض لعدة شهور، وكان رحيلها صادمة للوسط الفني ولكل محبيها بعد أن قدمت العديد من أعمالها التي لا تزال في وجدان جمهورها. حي يوم ده اكتشف انك انت حبيتي واحد غلط، ما عندوش استعداد انه يقضي بقية عمره معاكي. جسدت الفنانة الراحلة رمز الأناقة وأيقونة الموضة، وكانت أولى محطاتها الفنية عندما رشحها المخرج هنري بركات للمشاركة في دور صغير في فيلم دعاء الكروان عام 1959. وعلى الرغم من مشاهدها المحدودة في هذا العمل، إلا أنه يعد محطة شديدة الأهمية في مشوارها الفني، وكان بمثابة شهادة ميلاد لرجاء الجداوي فنياً. قدمت أيضاً مع المخرج فطين عبد الوهاب فيلم إشاعة حب الذي شاركت فيه مع سعاد حسني وعمر الشريف ويوسف وهبي، وكان أيضاً دورها في فيلم موعد على العشاء أمام سعاد حسني وحسين فهمي وأحمد زكي من الأدوار المميزة والمحطات الهامة. قدمت للسينما الكثير من الأعمال، فهي لم تكن بطلة مطلقة، لكن وجودها في أي عمل كان يعطي للعمل ثقلاً فنياً، وتكون هي بداخله مميزة في الأدوار التي كانت تقدمها، سواء الكوميدية مع عادل إمام في حنفي الأبهة أو غير الكوميدية مع نجوم آخرين. اتأخرت كده ليه يا عاصم؟ إيه المجنون مستعجل وعايز يمشي. ما تجوزني الست دورية. دورية في عينك. والله عقلة ورجزة وخبرة. جوزهم لي الاثنين وعملنا التحفيظ. حرية هاتي المأذون. حاضر. طب مش هنعمل ليلة حلوة بقى لمؤذن؟ ليلة حلوة بقى لمؤذن. ليلة حلوة بقى ونجيب اسمه اللي بيغني. مين ده؟ المتهم العاطفي سيد أزية. مين؟ سيد أزية. ايه سيد أزية ده؟ أخو الراقصة الموقرة نعيمة مسخرة. ايه ده بتاع مين دي؟ ولاد الحاج زينهم راجع لورا. يا ستي مين دول؟ من المحطات المهمة في مسيرتها في التلفزيون مسلسل هند والدكتور نعمان مع الفنان الكبير كمال الشناوي، وقدمت شخصية شادية، كما قدمت مسلسلات الدوامة وأحلام الفتى الطائر واللص الذي أحبه. على خشبة المسرح قدمت عدداً من المسرحيات أبرزها الواد سيد الشغال والزعيم مع عادل إمام، ليصل رصيدها الفني لحوالي 300 عمل ما بين السينما والتلفزيون والمسرح. حصلت الراحلة رجاء الجداوي على وشاح سمراء القاهرة، ثم حصلت على جائزة ملكة جمال حوض البحر المتوسط، وحازت على جائزة ملكة القطن المصري في مسابقة ثقافية باعتباره أشهر المنتجات المصرية التي كان يتم تصديرها في الخمسينيات. كما أنها كانت داعماً كبيراً لجيل التسعينيات وما بعده في السينما، فقدمت مع أحمد السقا ومنى زكي فيلم تيمور وشفيقة، وشاركت في بطولة فيلم من 30 سنة أيضاً. توفيت في الساعات الأولى من فجر الأحد الموافق 5 يوليو 2020 متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا عن عمر ناهز 86 عاماً. الحناوي أخويا عايزني؟ ليه؟ ده بقاله مدة سنين طويلة ما سألش عني. بتقول بقى إيه؟ آه حاضر من عينيا، هاجيلكوا على الظهيرة. سلام.